إذا كنت أنت مستمتع بحياتك يعني ناجح في حياتك العملية، بتشتغل راجل مستوظف قد الدنيا، عندك مشروعك أسرتك حاجة كبيرة كده، وعندك جزء من حياتك مثلا هنفترض هو ساعة أو ساعة ونص في اليوم عشان ما نزودش عن كده، بتبقى فيها آخر طفولة آخر معيلة، رأيي إنك تحافظ على المعيلة دي. ليه؟ لأن هي دي اللي هتديك طبعا. بس المهم إن يكون ناجح في بقية حياته. نمرة 2، ما يديهاش وقت أكتر من اللازم، يعني هي وقت الهيصة بتاعته دي يا جماعة، الحفاظ على المعيلة على الطفولة اللي جوانا ده سر نجاح حياتنا، إنك تفضل في عندك كم من البياض اللي جواك، البراءة اللي جواك دي هتخليك على الأقل حتى في الصعوبات بتاعة الحياة بتشوفها بسهولة. الجبهة دي اللي هي بتذاكر بسرعة وتحتفظ بالمعلومات وقت قصير قوي، بعد شوية بتتنقل للمخ من ورا. المخ ده فيه بقى الذاكرة اللي احنا بندور عليها وبنحفظ فيها الأماكن. وقت القلق والتوتر أو الامتحانات وتكون خايف، ما بتعرفش تجيب المادة دي أو المعلومات من خلف المخ إلى الأمام عشان تعرف تكتبها في الامتحانات. وده بتحصل لنا كلنا لما نكون متوترين، نطلع من الامتحان نقول إيه؟ إزاي ما جاوبتش؟ ده أنا عارف المعلومات دي، ده أنا أهو. وتلاقي الواحد بيكرر المعلومات مجرد الامتحان ما يخلص. اتمرنوا على الهدوء، اتمرنوا على الريلاكسيشن او تدريبات الاسترخاء. اول ما تلاقي نفسك متوتر اعمل التدريب ده عشان تذاكر وتحفظ المعلومات وعشان لما تمتحن تعرف تسترجعها.